شايفين العالم بقلوبنا راضيين بنصيبنا ومكتوبنا. الله الله شايفين العالم بقلوبنا راضيين بنصيبنا ومكتوبنا. الله الله شايفين العالم. بنحلم ببكرة والحلم يكون سعيد، ونجدد الأمل في كل يوم جديد، عشان السعادة حلم والنجاح حلم. هنحقق الأمل مع أبطال التحدي، أبطال الأمل. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بيكم. يوم جديد ونظرة أمل جديدة، وعنوان حلقتنا النهارده إن شاء الله أبطال التحدي، أبطال العزيمة، أبطال رفعوا اسم مصر لفوق، أبطال بطولة فزاعة الدولية بالإمارات 2017، أبطال نرفع لهم طبعا كل التحية والتقدير لمصر. هم دول أبطال التحدي والأمل، حققوا 7 ميداليات مختلفة، 3 ذهب و2 فضة و2 برونز. دول هم فعلا يستحقوا التقدير والتكريم في مصر. هنشوف كده معاكم تقرير صغير للأبطال دول، ونرجع لكم تاني مع أبطال التحدي والإرادة. خليكم معنا. ورجعنا لكم تاني مع ابطال التحدي وتكريم ابطال مصر ذو القدرات الخاصه. الكابتن طبعا الكبير، بيشرفنا الكابتن الكبير كابتن منتخب مصر الكابتن شعبان يحيى الدسوقي. ازيك يا كابتن؟ الكابتن طبعا شفناك مدرب ولاعب ما شاء الله كبير، ما شاء الله، الله يخليك، ربنا يخليك. وشرف طبعا الكابتن الكبير كابتن حسام الجعفري الحاصل على الميداليه الذهبيه. ازيك يا كابتن شعبان؟ كابتن حسام عامل ايه؟ شرفتنا كابتن حسام والله، ربنا يخليك، بشرف لينا. وطبعا بيشرفنا الكابتن الكبير اميمه عمر الحاصله على الميداليه الفضيه. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله، شرفتونا ونورتونا في نظره امل. شرف لينا احنا. طبعا كباتن مصر طبعا كانوا جايين مع كابتن شعبان يحيى، بس طبعا كلهم يعني تكريم ليهم وجود كابتن شعبان مدرب منتخب مصر طبعا معانا، ده شرف لينا. وكابتن حسام وكابتن اميمه، شرف لينا حضرتك تكون معانا طبعا دلوقتي ان شاء الله. شرف لينا احنا والله، ربنا يخليك يا رب. كابتن شعبان، لو قلنا كده في البدايه، حضرتك شفناك لاعب ما شاء الله دولي كبير ولاعب خلوق، يعني خليت ما شاء الله اثبت احترام الجماهير المصريه، وكل الناس بتحبك ما شاء الله، حب الناس ده ليك هو رصيدك في الحياه. ربنا يخليك. فشافوك مدرب وشافوك لاعب، فاحكي لنا كده بدايه حضرتك كده مع التدريب. هو الحمد لله انا بدايتي في التدريب بدات وانا لاعب. انا كنت وانا لاعب بدات اعدي نفسي كويس لمرحله زي ديت كخطة مستقبلية ليا يعني، فعملت دورة تبع نقابة المهن الرياضية، الحمد لله اكتستها وخدت تقدير جيد جدا. عملت دورة في التحكيم وخدت رخصة دولية ان انا حكم دولي محلي، ولكن حكم دولي فئة سي اللي هو بيحكم على المستوى المحلي، ولكني يعني ما حكمتش في ماتشات لاني كنت لسه لاعب. يعني الحمد لله كنت في فتره من الفترات بدات اعمل دبلومه تبع جامعه اسكندريه في التدريب والاحمال التدريبيه، يعني الحمد لله يعني بدات اعد نفسي كويس لمرحله زي ديت. الحمد لله مسكت منتخب مصر، واللجنه البارالمبيه وضعت كل الثقه في الجهاز الفني اللي موجود، واخترنا بدانا نختار فريق جديد يدعم الفريق الكبير، والحمد لله عملنا بيه نتائج متميزه في بطوله فزاعه الفريق. احنا شفناك ما شاء الله، يعني كنا متابعينك لحظه بلحظه، كنت دايما تمتعنا في البرازيل ريو دي جانيرو البرازيل 2016، وما شاء الله حققت معاهم بطولتك الجميله دي، نجاحات كتير جدا كابتن شعبان والله. الله يخليك يا شريف. طبعا انت معاك ابطال، كابتن حسام الجعفري طبعا الميداليه الذهبيه، وانت قلت لي ليه تاتشات كده معينه بقى اكيد غير حاجات كتير ما شاء الله. ربنا يكرمك يا كابتن حسام، شرفتنا ونورتنا. خبر انضمامك لمنتخب مصر بقى استقبلته ازاي؟ والله لكل مجتهد نصيب، الواحد لما بيكون تعب في حاجه وطور منها فبتبقى له حاجه بتبقى ثمينه في حياته يعني.
فالحمد لله رب العالمين، انا حسيت ان انا تعبت، وبعد تعبي ربنا وفقني وحققت ذاتي في الرياضه. ما شاء الله. حسيت بايه يا كابتن حسام كده اما بتلعب وخدت الذهبيه؟ والله انا حسيت ان انا كنت كل حاجه بتمناها اتحققت. دي بالنسبه لي خطوه مبدئيا، يعني دي خطوه اولى في حياتي. فطبعا جوايا في طموحات اكبر واشرف ان انا اكمل في الموضوع رفع الاثقال، وابقى حاجه كويسه زي الكابتن شعبان الدسوقي ان شاء الله باذن الله، قدوه لينا كلنا، خاصه ان هو يعني لسه بادئ مشوار حياته في التدريب، كمدرب يعني لسه ديت حاجه جديده في حياته، فهو بصراحه اجتاز ما شاء الله. والحمد لله رب العالمين كلنا حبينا في المنتخب. احنا عايزين نعمل صفحه كلنا كابتن شعبان يحيى على الفيس. لا والله حب الناس ليك والله ما شاء الله عليك والله. انا على فكره بتكلم من قلبي والله. بص الاخلاق ما شاء الله، فدي هي عنوان كل واحد بيتعب وبيجتهد. احنا كان اول محاضره لينا عملناها اول ما دخلنا المعسكر بالسبعه ابطال اللي موجودين، يعني اللي سافروا معانا فزاع، قلنا لهم الاخلاق الرياضيه قبل الارقام اللي انت هتعملها. الله ما شاء الله. لان الاخلاق الرياضيه هي اللي هتخليك تكمل فتره اطول في المحافل الرياضيه. فالحمد لله يعني كانوا كلهم متميزين وكلهم ملتزمين اخلاقيا، ويعني وحتى رئيس البعثه كان معانا اشاد باخلاقهم وبالتزامهم داخل المعسكر داخل المعسكر اللي هنا في مصر وداخل وفي اثناء البطوله في الفزاع. ما شاء الله ما شاء الله. طب نروح للكابتن بقى الفاكهه بتاعتنا كابتن اميمه عمر الحصه طبعا على الميداليه الفضيه. كابتن اميمه ما شاء الله شفناكي طبعا مع كابتن شعبان وازاي انت حققتي الميداليه الفضيه وما شاء الله المحاولات بتاعتك جميله. احكي لنا كده على بدايه دخولك المنتخب والفرحه بتاعتك مع البدايه كده في المنتخب المصري. هو بسم الله الرحمن الرحيم. الاول خالص انا مش اول مره ادخل المنتخب، انا دخلت المنتخب من زمان يعني من 2007 ان شاء الله. بعدين ما حلفنيش الحظ يعني ما اخدتش فرصه كامله زي ما كابتن شعبان يحيى وكابتن محمد عزت ادوها لي فرصه كامله ان انا اسافر بره مصر وابتدي ان انا العب بطوله واتاهل استعدادا لبطوله العالم اللي هتبقى مقامه في المكسيك. فبالنسبه لي ما كانش اول مره، او الفرحه بالنسبه لي يعني ما كانتش فرحه اللي هي يعني اول مره ادخل المنتخب، يعني كانت فرحه قبل كده. بس الفرحه الحقيقيه فعلا ان انا كنت اخدت فرصه انا كنت بدور عليها بقالي سنين طويله جدا ان انا اخد فرصه اسافر عشان اتاهل عشان اثبت وجودي واثبت ان انا لعيبه اقدر اعمل ميداليات بره اقدر احقق هدفي يعني. ما شاء الله. طب لو قلنا كابتن اوباما كده الفرق بين تمرين المنتخب وتمرين النادي الفرق بيكون ازاي؟ تمرين المنتخب حضرتك بتبقى كل تركيزك كله مع المدربين، بيبقى فيه نظام غذائي نظام تدريبي بيبقى مكثف اكتر. احنا كنا بنتمرن 6 ايام في الاسبوع، اليوم بنتمرن مرتين، تمرين الصبح وتمرين اخر النهار. طبعا بيبقى كل تركيز حضرتك بيبقى على ان انت يعني عندك هدف هتوصل له. ده بالنسبه لتمرين المنتخب. تمرين النادي هو مش اكتر من ساعه مثلا في الاسبوع، يعني ساعه في اليوم او ساعتين، فبتبقى مره واحده بس. زائد طبعا بتبقى فيه ضغوطات تانية للحياه، طبعا في شغل في بيت في اسره في حاجات تانية كتير، ففي فرق كبير جدا بين تمرين المنتخب تمرين النادي. تركيز اكتر في المنتخب طبعا، تركيز اكتر في التمرين ده. طبعا ما شاء الله ما شاء الله. احنا برضو معانا كده كام تقرير طبعا لكابتن اميمه وكابتن حسام الجعفري، ريت المخرج برضو يجيبه لنا اثناء البطوله ان شاء الله باذن الله، وتدريب كابتن شعبان ليهم طبعا هناك في المنتخب. وقبل ما يجيبه لنا كده ناخد كلمه كده كابتن شعبان، الجمهور كله كان مستني السبعه يكونوا موجودين معانا عشان يشاركونا يشاركونا الاحتفاليه والله. فانت برر لهم بص كلهم طبعا بيهم كلهم ما شاء الله. والله بس انا عاوز اشيد بالناس الابطال اللي موجودين. لا طبعا ما شاء الله. يعني ادوا اداء رجولي اثناء البطوله ما شاء الله. وبعدين كان في تحدي شرس لسفر الابطال ديت في بطوله فزاع، بطوله كاس العالم فزاع 2017، لان كان كل الناس كان يعني مع خلاص يعني الطموح ده مضمحل خالص ان في فرقه تانية هتحل محل الفريق الاول. فاحنا خدنا الموضوع ده تحدي ان الفرقه ديت لازم تسافر ولازم يبقى في فرصه للصف الثاني ومش صف ثاني وما صف اول. صف اول طبعا يعني ما عندناش حاجه دلوقتي اسمها صف اول وصف ثاني، هو المجال متاح لكل الناس والناس كلها لازم تتاهل وكله ياخد فرصته.
لان شروط العالم، شروط بطوله العالم اللي جايه وشروط طوكيو ان شاء الله هتبقى اصعب، فما فيش ميزان حكر على حد والناس كلها لازم تاخد فرصتها ان شاء الله باذن الله. كابتن حسام ده متهيألي في ال كابتن حسام اثناء تتويجه وانشاد السلام الوطني وانا بستلم لمصر ميداليا وبكرامنا، فدي كانت اول ميدالية عندنا وكنا فرحانين بها جدا، لان احنا كان اقصى توقعاتنا واحنا قبل ما نسافر ان احنا نعمل ترتيب خامس وسابع ان شاء الله، من خامس لسابع ربنا اكرمنا هناك وعملنا ترتيب كويس جدا، عملنا 7 ميداليات للسبع ابطال، فده توفيق من عند ربنا. وزي ما حضرتك شايف ان الابطال كلهم شايف سلد جميل قوي يا كابتن، صح اتعودنا الابطال كلهم متواجدين، كابتن محمد عزت وكابتن كلها طبعا يعني ما شاء الله، كابتن محمود نبيل ابو المدربين في مصر ما شاء الله، واشيد بس بدور الابطال ان هم كلهم كانوا متواجدين اثناء تتويج الكابتن حسام الجعفري، لان احنا كلنا كنا يعني ايد واحده هناك، وكنا يعني احنا اول ما دخلنا المعسكر قلنا في مبدا كده لازم نمشي عليه ان الفرد للكل والكل للفرد، فكنا كلنا متماسكين وكلنا ايد واحده هناك في الماتشات، واحد بيلعب كل الناس بتتفرج عليه، الناس بتتمرن كل الناس بتشجعه عشان نرفع الحاله المعنويه عند الناس، نشجعهم بما انها اول بطوله ليهم، فعشان نحفز الطاقات الداخليه اللي جواهم ويطلعوا احسن حاجه عندهم يعني. جميله كابتن شعبان، كابتن حسام بيقول الفرد الكل والكل فرد، كلمه طبعا كلمه ممتازه من كابتن شعبان يحيى، انا عايز اعرف اتعلمت من كابتن شعبان ايه؟ والله كابتن شعبان في الحقيقه هو قبل ما يكون مدرب لينا فهو اخ لينا، فكان هو طبعا بيصاحبنا وكان بيحاول ان هو مثلا يكون قريب لينا في كل حاجه، لان ده كان سبب نجاح لينا، كان سبب نجاحنا وكان سبب ان احنا نقدر نعمل ميداليات دهب، هو زي ما قال لحضرتك ان انا كنت رايح على ان انا اعمل خامس ولذلك انا عملت اول، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ربنا عز طبعا، ودي طبعا كانت حكمه في التصرف، اختيار المحاولات اللي انا بدات بيها من المدربين، فطبعا ده كان انجاز ليا قبل ما الحمد لله رب العالمين، المدربين يحبوا ان هم يبقى في انجاز للاعب لان دي حاجه بتشرفهم في بعدين، وهو النجاح لنا كلنا. فطبعا بالنسبه للكابتن شعبان هو بصراحه كان مدرب وهو لسه يعني جديد في كات التدريب دي، بس رغم كل ده هو عمل اللي فيه مدربين بقى لها سنين فيه ما قدرتش توصل له، طبعا دي ثقه بالنفس وخبره وحاجات جميله جدا موجوده فيه، وطبعا بشكر المدرب بتاعي اللي هو في النادي اللي انا بقى كنت بتمرن فيه اللي هو مصر القيادي، كابتن محمد السادو وكابتن بدر الدين، برضك الناس دي وقفت جنبي برضك وتعبوا عشاني وشفت منهم حاجات كتيره حلوه، فطبعا بوجه لهم الشكر طبعا وتحياتي كلها. كل الشكر طبعا والتقدير لكل طبعا اللي قلتهم، دول هم بيرفعوا اسم مصر لفوق، دول هم بيدونا طاقه ايجابيه لنواصل المشوار اللي جاي ان شاء الله باذن الله. كابتن اميمه، طبعا البطوله دي ما شاء الله انتوا حققتوا 7 ميداليات ذهب، 7 ميداليات ذهب وفضه وبرونز، دي مؤهله لكاس العالم المكسيك مظبوط؟ ان شاء الله. احكي لنا كده طبعا استعدادكم للبطوله الجايه ان شاء الله باذن الله. احنا ان شاء الله يعني في الفتره دي يعني كل واحد طبعا بيتمرن في النادي بتاعه، بيتمرن في المكان اللي هو بيتمرن فيه سواء جيم او نادي، مطلوب مننا ان شاء الله ان احنا نطور الارقام بتاعتنا، لو في اي حد رقمه بيلعب مثلا على تالت او تاني ولا حاجه مطلوب منه ان هو يطور رقمه اكتر، بحيث ان هو لان منافسات يعني بحيث ان هو يلحق بالمنافسات بالارقام اللي بره، لان البطوله كانت كانت مليانه ومليانه 33 دوله وكل حاجه، بس بطوله العالم اصعب، الارقام اكتر واعلى بكتير، الرانك يبقى اكتر بكتير من اللي كان موجود في بطوله فزاع، فاحنا مطلوب مننا الفتره اللي جايه رقمه زي ما هو، مطلوب منه ان هو يطور نفسه في النادي بتاعه او في الجيم اللي بيتمرن فيه ايا كان هو بيتمرن فين، وبعد كده المفروض بعد ان شاء الله ما كابتن شعبان يرجعوا من السفر هيجمعوا المنتخب تاني استعدادا في شهر 6 استعدادا لبطوله المكسيك في شهر 9 ان شاء الله، احنا شهر 6 هيبقى ان شاء الله تجمع المنتخب تجهيز بقى 3 شهور قبل البطولة. نبدا بقى قبل ما نتكلم عن تجهيزات ناخد مكالمه كده من الاستاذ حسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا استاذ حسن؟ ازيك يا فندم؟ زي حضرتك. الحمد لله يا فندم، زي حضرتك يا فندم. وانا مش عارف اني اشكر حضرتك واشكر استعداد البرنامج الجميل دوت، واشكر يعني كل من عدى فيه والمخرج والبرنامج كله صراحه من البرامج اللي هي الهادفه الجميله جدا. دي نقطه. النقطه الثانيه بقى يا تشريف، عايز اشكر واهني اخواتنا واولادنا الاحزاب الكمال دول اللي هم الابطال اللي عندك، واتمنى لهم ان ربنا يوفقهم اكثر واكثر ويديهم الامل ان هم في كل الامل. ربنا يكرمك يا حسن يا رب. دول شرف لمصر كلها ان يكونوا موجودين معانا وبيمثلوا كل مصر والله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني حاجه جميله وحاجه بنفتخر بيها كلنا. احنا معانا طبعا بيشرفنا الكابتن شعبان يحيى، وكابتن طبعا حسام الجعفري، وكابتن امام عمر. دول جزء كبير جدا من منتخب مصر. ايوه ربنا يبارك فيهم كده، وان شاء الله نفعلهم اكتر واكتر، وهم كمان ربنا يكرمك يا حسن يا رب. شكرا جدا يا فندم ليك، وشكرا لصالحك يا حسن، شكرا جدا لحضرتك. كابتن شعبان، طبعا كابتن اميمه كلمتنا عن التجهيز والتحضير لبطوله المكسيك اللي جايه ان شاء الله باذن الله، تبدا من 6 ل 7، بس انا شايف 3 شهور طبعا بيكون اكتر من كده لبطوله عالم. حضرتك التجهيزات بتاعتك للفتره الجايه ان شاء الله بطوله المكسيك ايه؟ احنا عندنا انا خطتي مش للمكسيك، انا خطتي 2020 اللي بعد ال 24 24 هو في احنا ماشيين على 3 خطط. في خطه قصيره المدى لتاهيل، احنا عارفين ان في حاجه في طوكيو متهيئه 2020 طوكيو 2020 اولمبياد طوكيو دول اولمبياد ان شاء الله ان شاء الله. احنا عندنا خطه قصيره المدى لتاهيل اكبر قدر من اللعيبه، الحمد لله ربنا وفقنا واهلنا 7 ابطال ان شاء الله. ان شاء الله في بطوله المكسيك هنضم لعيبه جديده، التاهيل لبطوله المكسيك من خلال بطوله المجر، بطوله اوروبا المفتوحه، هنأهل لاعبين جداد بالإضافة لبعض اللاعبين القدامى اللي هيغيروا موازينهم. دي برضو تبع الخطة قصيرة المدى. بعد كده احنا عندنا بقى خطة طويلة المدى شوية لطوكيو 2020. كل اللعبة اللي اتأهلت هيحصل هيلعبوا ان شاء الله بطولتين عالم، وكذلك بطولات تأهيلية لبطولات العالم اللي جاية، كذلك بطولة قارية مؤهلة. كل البطولات دي مؤهلة في إطار التأهل طوكيو 2020. عندنا بقى خطة بعيدة المدى للأبطال اللي لسه ناشئين ما شاء الله، اللي إن شاء الله بنعدهم إن هم يشتركوا في بارالمبيات 2024. منهم مثلا طارق وهدان، ومنهم فاطمة محروس. الاثنين عملوا ميداليتين ذهبيتين. ان شاء الله يعني هنعدهم لاولمبياد 2020. اما بالنسبه لبقيه الابطال بنعدهم ان شاء الله لطوكيو 2020 ان شاء الله. طوكيو 2020 ان شاء الله نكون معاكم باذن الله كده قلبا وقالبا في هذه البطوله الجميله باذن الله ان شاء الله. حلو جدا ان انتوا تكونوا بتفكروا كابتن شعبان تخرجوا بره الصندوق، يعني في مدربين كتير يعني بيفكروا بفكر كده على اللي هو البطوله اللي جايه، لما احنا نفكر نخرج بره الصندوق نفكر المبادره بعيده المدى دي حاجه كويسه جدا. احنا نفكر في حاجه زي كده. احنا كان عندنا تجارب يوم الثلاث اللي فات لاختيار عناصر جديده للاشتراك بها في بطوله اوروبا المفتوحه اللي هي المجر ان شاء الله في 4/5 4/5 ان شاء الله. كانوا كل المدربين ما عندهمش امل ان خلاص الابطال اللي سافروا فزاعه دول خلاص سافروا بطوله وخلاص هنركنهم بقى على جنب. مفيش حاجه اسمها، مفيش حاجه، مفيش معنى يقول ان انا هسافر بابطال وهصرف عليهم واهلهم في بطوله وبعد كده اركنهم على الرف. لا، انا لازم اكمل بيهم، هديهم فرصه لحد طوكيو قبل طوكيو 2020. اللي هيكمل فيهم هيشترك في طوكيو 2020، اللي مش هيكمل ان شاء الله هنرجع تاني ونعده تاني ان شاء الله ل 2024 ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا كابتن باذن الله. طب انا هسال كابتن حسام، طبعا انا عارف ان ما شاء الله كل حاجه بدايه الامل بتبدا من نظره امل وبتبدا من بدايه الطموح والتحدي بتاعتك، لكن كل حاجه ليها ايجابيات يا كابتن حسام وليها سلبيات. لو قلنا اكيد في سلبيات، مش احنا نتكلم على ايجابيات، لو في سلبيات في الدوله او سلبيات في المجلس القومي او ايه الحاجات اللي انت شايفها مش كويس نقدر نصلحها معاك وفي نظره امل نقدر نتكلم بيها سادة المشاهدين، شايف ان في ايه؟ والله هو انا ببص لنفسي في اللعبه قبل ما ببص للسلبيات اللي في المجتمع. تمام. ببص ان انا انمي الايجابيات اللي جوايا قبل ما الوم على غيري. تمام. فانا ببص ان انا اقدر ازاي احقق هدفي، اقدر ازاي ان انا اسافر طوكيو 2020 ان شاء الله 2020 ان شاء الله، اقدر ازاي ان انا اسافر بطوله العالم اللي هي جايه في شهر 9 في المكسيك. كان في مثل بسيط كده بيقول لا تلوم من قال فعل. انا لو عملت الرقم التاهيلي بتاعي مفيش حد هيلومني، لو انا عملت ميداليه ذهبيه مفيش حد اللي حاجه عندي، خلاص يبقى انا كده بطور من نفسي وحاجه.
بالنسبه بقى لاي مشاكل هتتحل، لان انا بحاول ان انا اطور من نفسي. اما بالنسبه بقى مثلا مشاكل الرياضيه، الناس مثلا تاثير في اللجنه البارالمبيه مثلا، او في تاثيرات في النوادي اللي احنا بنلعب فيها، او ده كله بيبقى ناس اللي هي تفهم اكتر من اللاعب، لان الكل شيء شيء يعني، كل شيء تخصص. تمام. فانا ممكن انا كل اللي انا بحلم بيه ان انا اطور من ركب. تمام. بحلم ان انا اسافر واعمل اولمبياد زي الكابتن شعبان، زي الكابتن اشرف عثمان، ناس كتير قوي كانوا طبعا دول قدوه لينا وقدروا يعملوا اللي محدش يقدر يعمله، عملوا طفرات. فانا ليه ما اكونش واحد زيهم؟ اكيد يعني كل واحد جواه في حلم، واللي يخليك توصل لده ان انت يبقى جواك في دافع قوي. تمام. انا ممكن اكلم حضرتك؟ انا كنت عايز اقول لك، انا بص على الموضوع ده، المدرب ده كابتن شعبان طبعا اتفضل. ان احنا اي حد عاقل يقول ان في معسكر شهر، ده في اجحاف كبير جدا طبعا، ان انا اطلع ابطال في شهر. ده يعني شيء في قسوه شويه ان انا اطلع ابطال في شهر. هي الفكره كلها ان القيمه الدعم المادي اللي كان بيجي من الوزاره ايا كان هو قيمته الفعليه قلت دلوقتي مع ارتفاع الدولار وارتفاع غلاء المعيشه. قيمه المبلغ ده قلت بالفعل، تقريبا المبلغ الدعم المادي اللي كان بيجي بقى النص، هو نفس القيمه اللي بتجي لك، بس قيمته الفعليه نزلت للنص. بمعنى انت لو جالك مليون جنيه السنه اللي فاتت، دلوقتي السنه دي هيديك برضو نفس المليون جنيه، بس قيمتهم ايه دلوقتي؟ تقريبا 500,000 جنيه. النص على طول بعد ارتفاع الدولار طبعا وكل الحاجات دي. صح. هنتغلب على الحاجات ديت ان احنا هنقلل المعسكرات شويه. انا مش مع تقليل المعسكرات على فكره، ولكن ده بقى هيجي لفكره الدور الوطني لهيئات المجتمع المدني. دول لازم يجوا يدعموا الابطال. لا ده دورهم ان هم في الوقت ده ان هم يدعموا الابطال في الوقت ده، مش دورهم ان هم يجوا يدعموا الابطال لما يجوا منتصرين وخد كل واحد مكافاه وخلاص على كده. لا، ده دورهم ان هم يدعموا الابطال من دلوقتي. انما فكره ان الوزاره لوحدها هتقوم بالدعم المادي للصرف على المنتخبات الوطنيه، انا شايف ان هو برضو في ظلم لوزاره الرياضه لوحدها ان هي تقوم بالدور دوت لوحدها يعني. مظبوط. اما اللجنه البارالمبيه، المعسكرات شهر وثلاث شهور وحاجات زي دي، هي يعني شيء يعني صعب شويه. يعني نقدر نقول الفتره الجايه ان شاء الله بنقدر نحاول ان احنا الفتره الجايه يعني ان شاء الله تكون فيه اهتمام اكتر ان شاء الله. هي ان شاء الله باذن الله مهتمه في اعداد ابطال جدد للمنتخبات القوميه. ان شاء الله ده شيء يحسب ليها ان شاء الله. نكمل الكلام كده مع حضرتك ان شاء الله بعد اذنك بعد الفاصل. نروح فاصل كده ونرجع لكم تاني، نرجع للكابتن شعبان يحيى وابطال التحدي معاكم. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وبشرف طبعا الكابتن الكبير كابتن شعبان يحيى مدرب منتخب مصر رفع الاثقال، والكابتن الكبير حسام الجعفري الحاصل على العمليه الذهبيه، والكابتن الكبير طبعا الكابتن اميمه عمر الحاصل على العمليه الفضيه. كابتن شعبان، لو قلنا كده رساله توجهها لمده دقيقه للمسؤولين، هتقول تتكلم فيها تقول ايه؟ والله انا يعني بوجه رساله. انت عايز ساعتين ثلاثه تتكلم فيها؟ صح. انا عارفك. لسه خالد عبد العزيز بشكره طبعا، لسه الرياضه مستمره لحد دلوقتي في مصر رغم الظروف الاقتصاديه الصعبه. بوجه الشكر للدكتوره حياه خطاب اللي هي وثقت في الجهاز الفني وثقت في اللعيبه الجداد. تمام. طبعا الشكر بقى كل الشكر للجهاز الفني الموجود معانا، كابتن محمد عزت والكابتن محمود نبيل والساده المساعدين اللي كانوا معانا، ان هم يعني عملنا منتج متميز للمنتخب مصر لرفع الاثقال اللي اظهر النتائج بتاعته في بطوله فزاع اللي فاتت. ما شاء الله ما شاء الله يا كابتن، تحيه وشكر طبعا ليهم كلهم، وخصوصا طبعا ابطال التحدي طبعا الكابتن الكبير طبعا محمد عزت والكباتن كلهم، هم دول طبعا بيشرفونا. وزي ما انت قلت حياه خطاب ما شاء الله بنلاقيها دايما كده واقفه معانا في كل حاجه الصراحه، يعني من الناس الخلوقه جدا ما شاء الله يعني كابتن شعبان. ان شاء الله. كابتن حسام كده كلمه للمسلمين بسرعه. والله انا بوجه الشكر للنادي بتاعي نادي مصر القاهره، وللكابتن عطوه اللي هو المدير النادي، وللكابتن محمد السيد اللي هو المدرب بتاعي الحمد لله اللي هو وصل من المنتخب، والكابتن بدر الدين. وبوجه الشكر الكامل للجهاز الفني اللي هو اللي دلوقتي اللي هم الناس اللي قدروا يحققوا معانا يخلونا ان احنا نقدر نعمل الميداليه الذهبيه ما شاء الله والفضيه، والحمد لله رب العالمين وصلنا لمستوى كويس. وبوجه لوالدي ووالدتي طبعا الشكر، لان طبعا لولا دعواتهم ما كنتش وصلت. الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني بدعوي.
وشكرا. ربنا يكرمك يا كابتن حسام، واكيد المنيا الذهبيه اضافت ليك حاجات كتير جدا يعني ان شاء الله باذن الله رب العالمين، والبركه في ربنا. ثم الكباتن اللي كانوا معانا، كابتن شعبان الدسوقي تعب معانا بصراحه، وكابتن محمد عزت، وكابتن نبيل كان معانا برضه ان شاء الله. كابتن اميمه اتفضلي. والله انا بوجه الشكر الاول خالص لمامتي وبابايا واخواتي، بهدلهم طبعا الفوز بالميداليه الذهبيه الفضيه طبعا ليهم، وبوجه طبعا الشكر للدكتورة حياة خطاب ان هي وثقت فينا احنا كلاعيبه، وطلعنا وفي عهدها خدنا فرصه جديده ما خدناهاش قبل كده. برضو بوجه الشكر لكابتن شعبان يحيى الدسوقي، كابتن محمد عزت، كابتن محمود نبيل، لانهم فعلا امنوا بقدراتنا وبموهبتنا وابتدوا ان هم يطوروا فيها، زائد ان هم ما حملوناش اي اعباء نفسيه تماما ولا اي ضغوطات تماما، يعني ما طلبوش مننا ان احنا هنسافر عشان هنعمل ميداليه، بالعكس احنا هنسافر عشان نتاهل حتى لو بمركز. فدي حاجه بصراحه تحسب لكابتن شعبان، كابتن محمد عزت. طبعا شغلي بوجه الشكر ليهم، لان هم استحملوني شهر كامل غياب متواصل من شغلي، انا مهندسه اتصالات، ف يعني هم استحملوني ادوني الدعم الكامل ان انا ابتدي تفرغ كامل للرياضه. انا كنت لسه اسالك طبعا مسلك الاعلى، فعلا انت قلت الاب والام دول هم طبعا، هم ربنا يخليهم لك يا رب كده، هم دول طبعا القدوه بتاعتنا في الحياه كلها. مثلي الاعلى كابتن فاطمه عمر وكابتن شعبان يحيى الدسوقي. ما شاء الله. احنا بقى عايزين نبدا كده احتفال معاكم شيف رائد ابن النيل، طبعا عملنا مفاجأة حلوة للأبطال، ودايما كده يعني يمتعنا بالأكل بتاعه جميل، بس طبعا يعني النهارده هيعمل تورتاية حلوة كده لكباتن مصر وكباتن العالم زي ما عودنا طبعا. اتفضل يا كابتن شعبان. اتفضل يا كابتن. اتفضل. وطبعا بيشرفنا يقدم طبعا معاهم مدير البرامج الأستاذ جمال عبد العظيم. ازيك يا فندم؟ عامل ايه؟ ألف مبروك يا كابتن. ازيك يا فندم؟ عامل ايه؟ كابتن شعبان. كابتن جمال عبد العظيم طبعا مدير البرامج وأسس قناة الصحة والجمال، دايما دايما بقوة كده معانا والله. حاجه يا جماعه، والف مبروك. طب كلمه ليهم كده، كلمه ليهم ما ينفعش. ان شاء الله في نجاح دايما يا رب وتفوق، والف مبروك، وانا سعيد ان انا عملت حاجه بسيطه وقدمتها لكم. شكرا. شكرا. معانا بقى، ربنا يكرمك، خليك معانا بقى. اتفضل. واحنا بنقدم اقل هديه للكابتن شعبان والكباتن كلهم شهادات تقدير مقدمه من قناه الصحه والجمال. دائما فريق الكابتن شعبان رفع الاسكار، رفع راس مصر في جميع البطولات العربيه، لاعب ومدرب، لاعب ومدرب، لاعب ومدرب. واحنا بنهنيه اللي هو بقى المدرب المساعد لفريق رفع الاسكال لمنتخب المعاقين لمصر. الف مبروك كابتن شعبان. شكرا. الله يخليك يا كابتن. هو لولا الدعم المعنوي اللي حضراتكم بتديه لنا والدعم الاعلامي ما كناش الشعب المصري عرف الرياضات بتاعتنا الا من خلالكم، ويعني الدعم الاعلامي دوت بيدي بيرفع الروح المعنويه عند اللعيبه، وبيبذلوا قصار جهدهم عشان يطلعوا في قناه محترمه زي حضراتكم. ربنا يكرمك يا كابتن شعبان والله. كل الشكر يا كابتن شعبان، وانت يعني ونعمل مثل يعني وقدوه. الله يخليك يا جمال. في حب الناس ليك يا كابتن شعبان والله، هفضل اقولها طبعا يعني. شكرا. عايز فرقه اولية؟ كابتن اميمه فرقه اولية واحده بس. انا هديك يعني. بص كابتن حسام، انا متشكر جدا، هي ديت هتبقى هديه قيمه في حياتي بصراحه يعني. شكرا لك يا حسام. ربنا يخليك. طبعا بعض الكباتن اللي هم فايزين معاكم بميداليات ذهبيه وفضيه، طبعا حضرتك هتستلم بنيابه عنهم يا كابتن شعبان. الكابتن طارق مصطفى. طارق مصطفى ده ميداليه ذهبيه في ميزان ال 97 كيلو ناشئين. فوز جمال قال لازم ان هم يكونوا موجودين معانا ونكرمهم. شوف ما شاء الله موجودين ومش موجودين، لازم نكرمهم، ده شعارنا يعني. كابتن محمد عزت موجودين بروحهم طبعا يعني. محمد عزت المدير الفني لمنتخب مصر، ويعني كان قائد المعركه معانا في بطوله التتباع في دبي طبعا. ما شاء الله ما شاء الله. كابتن محمود محمد صبري. كابتن محمود محمد صبري ميداليه برونزيه في وزن 65، وده الميزان اللي انا كنت بلعب فيه، فده ان شاء الله الجيل الجديد يعوض مكاننا، نقول له الف مبروك على التكريم النهارده ان شاء الله. كابتن محمد مصطفى، مصطفى محمد الشافعي. كابتن مصطفى الشافعي ميداليه مركز خامس في ميزان ال 49 ومؤهل ايضا للمكسيك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كابتن فاطمه محمد محروس. كابتن فاطمه محروس دي خدت ميداليتين في الماتش دوت، عملت ميداليه ذهبيه مع الناشئين وميداليه برونزيه مع الكبار، ربنا يوفقها ان شاء الله وتعدي كويس. كابتن فاطمه ونجاح نجاح ان شاء الله باذن الله. الله ان شاء الله. كابتن ايمان شلبي. كابتن ايمان شلبي ميداليه فضيه في وزن 73، يعني
انا لما يعني هتوجه لك كل الشكر طبعا لو موجوده، فشكرا ليكوا وشكرا للمجهود اللي بتعملوه معانا. ان شاء الله دايما بتشرفونا في برنامج نظره امل وقناه الصحه والجمال، وبتنورونا دايما ورافعين رأسنا في جميع المحافل الدوليه. الله يخليك. وجميع البطولات العالميه ان شاء الله. ربنا يبارك لك. شكرا ليك. عايز اشكر طبعا يعني استاذ جمال ابو عظيم والله واقف بقوه معانا قناه الصحه والجمال، بقول له اي حاجه نبدا فيها نكرم الابطال ما بتاخرش عني باي حاجه خالص، وما بتاخرش عن قناه الصحه والجمال وخصوصا برنامج رز امل. فتحيه وتقدير لمدير برامج وزام العظيم. شكرا جدا يا فندم، شكرا جدا جدا لحضرتك على دعمك الكامل لينا. نقطع بقى التورته مع بعض مع شيف رايد. ندي السكينه دي بقى لقائد المصري ولاعب منتخب مصر يعني. اتفضل. شكرا يا استاذ حسين. معانا وقت. اتفضل يا كابتن. اتفضل. هو قاعد على فراغ. انا عارف والله. معانا شيف رايد عشان برضه راضيين بنصيبنا ومكتوبنا. الله الله شايفين العالم بقلوبنا، راضيين بنصيبنا ومكتوبنا. الله الله.